الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة أخبار جديدة، أهلا بكم. والبداية دائما بأبرز العناوين. شهداء ومصابون في قصف مدفعي وغارات للاحتلال وسط وجنوب غزة. آلاف الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الأقصى في ليلة 27 من رمضان. الولايات المتحدة تعلن التأهب تحسبا لرد إيراني على غارة دمشق، وتحذر طهران من استهداف مصالحها. والبداية حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ضمن مبتاع حماس قد تجاوزت 5000 صاروخ. These are unconscionable acts. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولات صغار وبنات صغار. حماس. Gaza is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف وغارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة، وأشارت إلى أن القصف استهدف منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة، وحي تل الهوى، والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة. كما طال القصف المدفعي أيضا مناطق المغراقة والزهراء وشمالي مخيم نصيرات وسط القطاع ومدينة خان يونس. ذكر البيت الأبيض أنه من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات في القاهرة تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة مسؤولين أمريكيين، وأشار إلى أنه سوف يترأس مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز الوفد الأمريكي. وذكر متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على النتائج العامة لتحقيق في مقتل عمال إغاثة في غزة خلال اتصال هاتفي، نافياً أن تكون لدى البيت الأبيض خطط لتحقيق مستقل في هذه الحادثة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل تفعل ما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يأتي هذا بعدما خلص تحقيق إسرائيلي إلى أن الجيش تورط في قتل 7 من موظفي الإغاثة عبر 3 غارات جوية على غزة هذا الأسبوع. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة أن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان الأصعب منذ 7 أكتوبر من حيث اللهجة والمضمون. أشار الموقع الأمريكي إلى أن بايدن أنذر نتنياهو بأن الإدارة لن تتمكن من دعمه ما لم تغير إسرائيل مسارها في غزة. وأضاف أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو ومساعديه فوجئوا بطلب بايدن لوقف القتال خارج سياق صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تراجع بعناية التحقيق الإسرائيلي في الغارة التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي
هذا الأسبوع في قطاع غزة. أضاف بلينكين للصحفيين في بروكسل أن من المهم جدا أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، والأهم هو اتخاذ خطوات لضمان عدم تكراره مرة أخرى. تلقينا تقريرا إسرائيليا حول قتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة قبل بضعة أيام، ونراجعه بعناية فائقة، وسنناقش استنتاجاته مع المسؤولين الإسرائيليين ومع المنظمات الإنسانية في الأيام المقبلة. من المهم جدا أن تتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث، ومن المهم أيضا أن تتخذ خطوات لمحاسبة المسؤولين، والأهم من ذلك هو التأكد من اتخاذ خطوات للمضي قدما لضمان عدم حدوث مثل هذا الأمر أبدا مرة أخرى. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرات بعد اطلاعه على تقارير تفيد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لقصف الفلسطينيين في قطاع غزة. أكد غوتيريش أن التقنية التي أدت إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين خاصة في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع. أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أعمال القصف العسكري الإسرائيلي تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي أداة في تحديد الأهداف خاصة في المناطق السكنية المكتظة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين. لا مجال لإخضاع مسألة الحياة والموت التي تؤثر على حياة عائلات بأكملها لحسابات الخوارزميات التي تقتل بدم بارد. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أكثر من مليون شخص يواجهون مجاعة كارثية في قطاع غزة. أضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي أن الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى الماء والغذاء، مشيرا إلى أن شاحنات المساعدات ما زالت تواجه العراقيل في الوصول إلى القطاع. طوابير من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية تواجه العراقيل، وإن عندما يتم عرقلة هذه الشاحنات فإن الطريق للمجاعة مفتوحة. الملايين يحدق بهم خطر المجاعة، والأطفال في غزة ينقصهم الغذاء والماء، وهذا شيء لا يمكن يتخيله العقل، ولا من مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. كان مجلس الأمن قد اعتمد في 25 من مارس الماضي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. ومن المنتظر أن يصوت المجلس خلال اجتماعه في شهر أبريل الجاري على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. أكد مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور أنه لا يمكن التسامح بشأن الهجوم الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية في قطاع غزة. قال منصور إن الاحتلال استهدف مقومات الحياة في غزة، وإن منظمات المجتمع المدني في القطاع عاجزة عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل. قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي ببلاغة التالي: ليست هذه هجمة على منظماتنا، بل هي هجمة على المنظمات الإنسانية التي تعمل في أحلك الأوقات التي يستخدم فيها الغذاء كسلاح حرب. لا يمكن التسامح بشأن ذلك، ولا يمكن التسامح مع إسرائيل كسلطة محتلة ذات مسؤولية لضمان عدم إيذاء أو تجويع الشعب المدني، إذ أنها لا تكتفي فقط بإلحاق الضرب والتجويع بالناس، بل أنها تقتل أولئك الذين يساعدونهم ويخففون عنهم. أكد رامش راجا سينغهام مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتاشا على ضرورة وقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
دعا سينغهام إسرائيل إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى وقف العدوان على المدنيين في القطاع. العدل الدولية التي تطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الفاعلة والضرورية لضمان وصول الخدمات الأساسية بدون تأخير وبدون عقبات بشكل واسع النطاق وشكل طارئ وتوفير المساعدات الإنسانية. ويأتي ذلك أيضا على الرغم من إقرار المجلس بالحاجة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات داخل غزة وإليها، وعلى الرغم من قرار صادر عن المجلس يطالب بوقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان. لا يمكن أن نسمح بهذه المأساة أن تستمر. يحتاج شعب غزة الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. نحتاج للامتثال بقرارات هذه المجلس، والأهم من ذلك نحتاج لإنهاء هذه الحرب المدمرة. أكدت الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال الأمريكية جانتي سوير بيتو أن 80% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة دمرها العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى انهيار عوامل المنظومة التعليمية في القطاع تماما. وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن أشارت الرئيسة التنفيذية للمنظمة إلى أن 350 ألف طفل في قطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية. بعد أشهر من المنع المتعمد والممنهج للوصول الإنساني يموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في غزة، حرموا من المياه والغذاء بسبب هذا الحصار غير القانوني وقد ماتوا من الجوع. وأول ما يصعقنا حينما وصلنا إلى غزة هو عدد الأطفال الذين لا يلبسون أحذية ويمشون في زجاج وركام بدون أحذية، يمشون ويجرون سعيا للحصول على الغذاء والمياه، فهي غير كافية في غزة وقد برهن ذلك جليا سوء التغذية، فهم في حاجة ماسة إلى الغذاء. 350 ألف طفل أقل من 5 أعوام من العمر يواجهون خطر المجاعة في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم، وينظر العالم إلى فوهة المدفع بسبب هذه المجاعة من صنع الإنسان. قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، قال إن الاحتلال الإسرائيلي لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح بن جامع أن الاحتلال يستخدم آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب. مجلس الأمن أيضا عمل عبر المطالبة، نعم المطالبة، بوقف فوري لإطلاق النار عبر قراره 27/28، ومع ذلك بعد أكثر من 10 أيام منذ اعتماد ذلك القرار السلطة القائمة بالاحتلال ترفض بشكل صارخ، ترفض تنفيذه، وهذا سلوك لا يرقى إلى مستوى عضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ ينبغي على الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكن ليست هذه بمفاجأة من آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب. هم على ثقة بأنهم لن يحاسبوا أبدا. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، وإلى حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. هذا وصوتت 28 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت فيما صوتت ضده 6 دول. ويدين القرار استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعوها تل أبيب إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية. بموافقة 28 دولة ومعارضة 6 دول أخرى، صوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي على قرار يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة. كما طالب المجلس الذي لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في غزة
منذ 7 أكتوبر الماضي، وصوت 28 من أعضاء المجلس 47 لصالح القرار مقابل 6 صوتوا ضده، بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. القرار أدان استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية. وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة، منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا، كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين. القرار طالب إسرائيل أيضاً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري وأي شكل آخر من العقاب الجماعي، ودعا إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي. كما أدان القرار الممارسات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي، وحث جميع الدول المعنية للعمل على منع التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على التمويل الكافي. ورغم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن مراقبين اعتبروا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي ويشكل مزيداً من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له. أكد المرافقون لمصابي قطاع غزة الذين يتلقون علاجهم في مصر صعوبة حالات المرضى واحتياجهم إلى عمليات دقيقة نتيجة تعرضهم للقصف المباشر خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقد عبروا عن شكرهم للدور المصري في علاج المصابين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة. صابت عمر كان يوم الاثنين، كان مروح من شغله وأفطر وتمام وكل إشي وصلى العشاء وتمام، بعديها صار ضربة لقصف لجامع جامع البشير، فإجت دمر المكان تقريبا وإجت شظايا عليه، عنده كسر في الجمجمة، عنده كسر في الحوض، كسر بإيده، كسر برجله، وغير الشظايا اللي في راسه وفي إيديه، حالته سيئة يعني. طبعا هذا إشي عظيم من مصر إنها تعمل لتساعد المرضى وتساعد أهل فلسطين وخاصة غزة، ووقفة معانا في بالأحداث كلها اللي بتصير، يعني ألف شكر برضو إلهم. طرحت مصر خلال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. طلبت مصر في خارطة الطريق وقف إطلاق النار وإحياء مفاوضات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
جددت منظمات إغاثية دولية التحذير من استحالة العمل في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر. تعمل المنظمات الإغاثية في بيئة غير آمنة في القطاع المدمر والمحاصر، ويتعرض عديد منها لهجمات منذ بداية العدوان. ليس بوسعنا فعل المزيد لحماية موظفينا في قطاع غزة، ومسؤولية تجنب قتلهم تقع على عاتق إسرائيل. كلمات خرجت من منظمات إغاثية دولية بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية. منظمات إغاثية دولية عاملة في غزة اشتكت من تدمير مكاتب عدة لها في القطاع، رغم إرسال إحداثياتها بوضوح لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما اعتبرته فشلاً لعملية منع الاشتباك، وتأكيداً على عدم فهم إسرائيل واحترامها للقانون الإنساني الدولي. منظمات إغاثية أخرى شددت على أن نظام التنسيق الإنساني لا يعمل، وأنها لا تستطيع تخيل طريقة لتحسينه. من جانب، قالت إسرائيل إنها ستعدل الأساليب التي تستخدمها في الحرب، فيما تشدق جيشها بأنه لا يستهدف المدنيين. تصريحات إسرائيلية مرسلة دحضتها الأمم المتحدة بإعلانها مقتل 196 من العاملين في المجال الإنساني خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، رغم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بمواقع مقر المنظمات الإغاثية والأممية وتحركاتهم اليومية. وبينما علقت بعض منظمات الإغاثة عملياتها في أعقاب الغارة التي استهدفت قافلة المطبخ المركزي العالمي، فإن أي منها لم تعلن أنها تخطط للانسحاب من غزة، على الرغم من الهجمات المتكررة على جهود الإغاثة في القطاع الذي تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة فيه. وكالة الأونروا التي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة أعلنت مقتل 177 من موظفيها وتعرض منشآتها لأكثر من 300 غارة، كما أن عدة قوافل تنقل المساعدات إلى شمال غزة تم استهدافها أيضاً، على الرغم من التنسيق التفصيلي مع الجيش الإسرائيلي. مع ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف العاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة وتواصل الغارات الإسرائيلية ضد المقار الأممية والإغاثية، فإن مستقبل الجهود الإغاثية في غزة بات على المحك، ما قد يدفع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى الانسحاب من القطاع في نهاية المطاف، وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر وأكثر. شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على الحاجة الماسة إلى إصلاح كبير لآلية فض النزاعات في إسرائيل لضمان سلامة عمال الإغاثة بقطاع غزة. أكد كاميرون أن بلاده تراجع النتائج الأولية للتحقيقات الإسرائيلية في مقتل عمال إغاثة بالقطاع، مرحبا بإيقاف ضابطين عن العمل كخطوة أولى، وطلب كاميرون بنشر نتائج التحقيقات بالكامل وإجراء مراجعة مستقلة لها لضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة. تتواصل الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل فرض قيود على تسليح إسرائيل، ويخشى البريطانيون تواطؤ بلادهم في إبادة جماعية بغزة تدفع إلى الضغط من أجل وضع قيود على مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال. Want you to know that the United Kingdom and I stand with you. Regular Gazans, I guess. دعم جلي مطلق، هكذا كان الموقف البريطاني منذ اليوم الأول من حرب إسرائيل على قطاع غزة. الحال تغير بعد 6 أشهر وأكثر من 33,000 شهيد فلسطيني، وثلاثة من البريطانيين قتلتهم إسرائيل خطأ أو هكذا تقول. يتذكر رئيس الوزراء الآن القوانين الدولية ويستجيب للضغوط ويهدد بمراجعة ملف تصدير السلاح إلى إسرائيل التي هدد باعتبارها دولة منتهكة للقوانين الدولية. أكثر من 600 محام وقاض بينهم 3 من قضاة المحكمة العليا السابقين وجهوا رسالة لسوناك يطالبونه فيها بعدم تسليح دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية. حكومة الملك تقوم بما هو ينتهك القوانين الدولية وبالمشاركة في جريمة الإبادة، مما يعني أن حكومة الملك لا تلتزم بقانون البلاد،
وهذه مسألة كبيرة لدولة تلتزم سيادة القانون، مما يعني أن ممكن أن تسبب بسقوط حكومة. الدعم العسكري البريطاني على أهميته لا يقارن بالدعم السياسي والدبلوماسي، لكن الضغط الذي أوصل من أنشأ إسرائيل بقوة السلاح قبل 75 عاماً إلى أن يهدد بوقف تسليحها لن يتوقف حتى ينتهي الاحتلال، هكذا يقول صانعوه. كان العالم قد نسي أو تناسى نكبة الفلسطينيين، وصدق أو أعجبه أن يصدق أن إسرائيل دولة بقيم غربية، حتى دقت طبول الحرب وظهر وجه الاحتلال المقيت ليعلو صوت منطق يطالب بضرورة وقف تسليح القتلة. أبو بكر بشير، القاهرة الإخبارية، لندن. أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تعيين مستشار خاص للعمل مع إسرائيل لضمان ما وصفته بالثقة الكاملة في التحقيقات في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي، بينهم أسترالي. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عامل إغاثة أسترالي جراء غارة إسرائيلية في غزة غير كافية، وأشارت إلى أن بلادها لم تتلق حتى الآن أي معلومات كافية تلبي توقعاتها بشأن مقتل عامل الإغاثة الأسترالي الذي كان يعمل لصالح المطبخ المركزي العالمي. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قالت إن عدوان جيش الاحتلال أدى إلى نزوح أكثر من 75% من سكان قطاع غزة. أضافت الوكالة الأممية أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت في تدمير نحو 62% من البنية التحتية بما فيها مباني الأمم المتحدة التي كانت تؤوي عديدا من الأسر النازحة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز في سجونها حاليا 200 طفل فلسطيني، منهم 23 من قطاع غزة محتجزين في سجن مجدو، وقد تكون الأعداد أكبر من ذلك. أضاف النادي في بيان له أنه منذ 7 أكتوبر الماضي بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال في الضفة أكثر من 500 اعتقال. وأكد البيان أن إسرائيل هي دولة الاحتلال الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، وتستخدم قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد. قرر الطفل الفلسطيني زكريا سرسك التطوع داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يساعد هذا الطفل الطواقم الطبية داخل المستشفى ويتنقل مع سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجرحى من المواقع المختلفة. نتابع. في مثل عمره كأقرانه من الأطفال، كان يفترض أن يقضي وقت فراغه في اللعب أو ممارسة هوايته المفضلة، ولكن الظروف القاسية التي فرضها جيش الاحتلال على سكان قطاع غزة حولته إلى متطوع يقضي معظم وقته في إسعاف الجرحى والمصابين واستقبال الشهداء الذين أسقطتهم آلة الاحتلال الغاشمة. زكريا سرسك البالغ من العمر 12 عاماً وهب وقته لمساعدة الطواقم الطبية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح من أجل التخفيف عنهم في ظل إنهاك جميع العاملين في المجال الطبي نتيجة تزايد أعداد الشهداء والجرحى. أنا زكريا محمد سلامة السرسك، متطوع في مستشفى الأقصى، بنجيب إصابات على مستشفى الأقصى وانه بنجيب شهداء في الثلاجات، بطلع من الاسعاف
نجيب حلاق. وعلى الرغم من صغر سن سرسك إلا أنه يقوم بمهام أخرى يصعب على الأطفال في مثل عمره القيام بها، فهو يساعد الأطباء داخل المستشفى من خلال ملء الحقن الطبية والمساعدة في أخذ قراءات ضغط الدم ونقل المصابين فور وصولهم إلى الأقسام المختلفة. أنا بساعد الدكاترة جوا ونركب كالينات وفك محاليل من ودي الصبط على الأشعة، بنجيب الصبط من الجرحة على الجسم. الطفل سرسك هو مثال حي على الفلسطينيين الشرفاء الذين يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الصمود والبقاء على أرضهم حتى يتحقق حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة رغم أنف عدوهم المحتل. أدى نحو 200 ألف فلسطيني صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الأقصى المبارك في ليلة 27 من رمضان. جاء ذلك رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على أداء الفلسطينيين للصلاة بالمسجد خلال رمضان. كانت شرطة الاحتلال عززت قواتها في مدينة القدس المحتلة ونشرت نحو 3000 عنصر في محيط المسجد والبلدة القديمة. على صعيد آخر، اندلعت مواجهات بين عناصر الاحتلال وفلسطينيين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط منازل الأهالي بالمخيم دون أنباء عن إصابات. وفي الأثناء أصيب فلسطينيون، أحدهم طفل، أصيب برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت آمر شمال الخليل. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 6 أشخاص في هجوم بمسيرة روسية في خاركيف. أهلا بكم من جديد. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن حذرت طهران من استخدام الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق ذريعة لمهاجمة أفراد ومنشآت أمريكية، وأضاف أن التحذير جاء ردا على رسالة من إيران ولم يقدم تفاصيل حول مضمون الرسالة الإيرانية. يأتي هذا فيما قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل ردا على هجوم دمشق. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات ميس الجبل وبليدة ومرجعيون، فيما استهدفت الأسلحة الرشاشة بلدة كفر كلا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية. كشف الجيش السوداني أن قوات العمل الخاصة بمنطقة الكدرو العسكرية تواصل إحكام قطع إمدادات العناصر التابعة للدعم السريع وتكبدهم خسائر في الأسلحة والأفراد. أعلن الجيش السوداني عن مبادرة لتعزيز عودة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ودعم الاستقرار، وأوضحت القوات المسلحة أنه بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام يدشنان تأمين وتطهير مناطق أم درمان لعودة المواطنين النازحين. ذكر عمدة خاركيف الأوكرانية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجوم بمسيرة روسية على المدينة، هذا وأفاد بتعرض مبنى سكني شاهق لأضرار، واشتعلت النيران في أحد المتاجر جراء الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليلة الماضية. تعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفا متكررا للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية.
هذا وأفادت السلطات المحلية الروسية بمنطقة دوناتسك بدخول القوات الروسية ضاحية في منطقة تشاسيف يار، وأوضحت أن تلك المنطقة تعد نقطة انطلاق هامة للقوات الأوكرانية. كما أشارت السلطات المحلية الروسية إلى أن المنطقة تبعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وأن المنطقة أصبحت محصنة بشدة من الجيش الروسي، بينما وصف الجيش الأوكراني بأن الوضع للقوات في المدينة أصبح صعب للغاية. في تطور جديد قد تشهده منطقة الشمال الأوروبي وبحر البلطيق، احتدمت التصريحات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. يأتي هذا على خلفية إعلان حلف شمال الأطلسي الناتو نيته إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة جوتلاند السويدية، في مخالفة للتحذيرات الروسية التي تضمن تفوقا عسكريا في تلك المنطقة. في إطار الدعم الغربي لأوكرانيا وتهديد البعد الأمني الاستراتيجي لروسيا، والذي بدأ بانضمام السويد إلى حلف الناتو، يسعى الحلف لإنشاء قاعدة عسكرية تابعة له في جزيرة جوتلاند السويدية على بحر البلطيق في منطقة الشمال الأوروبي، الأمر الذي علقت عليه الخارجية الروسية بأنه نشاط استفزازي، وأن ستوكهولم والحلف يحولان بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام في السابق إلى ساحة مواجهة جيوسياسية. الخارجية الروسية شددت على أن هذه الخطوة ربما ينتج عنها تهديدات جديدة لسلامة الملاحة والنشاط الاقتصادي في المنطقة. ومن جانب موسكو، أعلنت الخارجية الروسية إعادة تشكيل منطقة لينينغراد العسكرية من أجل التهيئة لاتخاذ قرارات أخرى لضمان أمن روسيا، اعتماداً على تطور الوضع والتأكيد على الاستعداد لأي تطورات للأحداث مع الناتو، وأن القدرات الدفاعية مضمونة بشكل موثوق، لا سيما بعد الحديث الروسي عن 24 قاعدة جوية وبرية وبحرية روسية على امتداد إطلالة البلاد على منطقة القطب الشمالي من أقصى الشرق بالقرب من ألاسكا إلى أقصى الغرب مع النرويج وفنلندا. ووفقاً لما أكده ديمتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع من جانب حلف الناتو لن يجلب قدراً أكبر من الأمن لأوروبا، لتصبح بذلك منطقة الشمال الأوروبي محور النزاع ونقطة الوثب الجديدة المحتملة بين الحلفاء الغربيين من جهة وروسيا من جهة أخرى، لما تمثله من أهمية استراتيجية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ملف الضغط على روسيا. أفاد مراسلنا بأن بعض سكان نيويورك ونيو جيرسي شعروا بهزة أرضية ثانية. كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مدينة نيويورك، وأشار إلى أن مركز الزلزال في توكسبري وسط ولاية نيو جيرسي على بعد حوالي 64 كيلومتراً غرب مدينة نيويورك. كشفت السلطات الأسترالية عن إنقاذ 152 شخصاً من الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي البلاد، كما أشارت إلى تنفيذ 72 عملية إنقاذ في العاصمة سيدني بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى أماكن مرتفعة بسبب الأمطار الغزيرة. ذكرت خدمة الطوارئ أنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارئ على مستوى ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات.
وفي أخبار الاقتصاد، قرر صندوق الاستثمار الاستراتيجي في أيرلندا سحب استثمارات من أسهم بنوك وشركات إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقاً لوزارة المالية الأيرلندية، سيقوم صندوق الاستثمار الأيرلندي ISIF الذي تبلغ قيمة محفظته 15 مليار يورو بالانسحاب من 5 بنوك إسرائيلية وسلسلة سوبر ماركت، وذلك عن طريق بيع أسهم بنحو 3 ملايين يورو. هذا وأعلنت وزارة النقل الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع مقاطعة بالتيمور بشأن منحة بقيمة 8.26 مليون دولار لتمكين الميناء من استيعاب المزيد من البضائع. ومن المقرر أن تستخدم المنحة في تسريع رصف 10 أفدنة على الأقل بعيدا عن المنطقة المتضررة من انهيار جسر فرانسيس سكوت، وسيتم استخدامها لاستقبال البضائع بنهاية أبريل. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.8% في مارس الماضي، مقابل صعود بلغ 3.9% في فبراير. وبحسب بيانات مكتب إحصائيات العمل، زاد عدد الوظائف غير الزراعية أكثر من التوقعات خلال مارس، حيث أضاف 303 ألف وظيفة مقارنة بشهر فبراير. هذا وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء العالمية في مارس الماضي من أدنى مستوياته في 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت واللحوم ومنتجات الألبان. ذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس، ارتفاعاً عن مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق. سجلت طلبيات المصانع في ألمانيا ارتفاعاً محدوداً دون التوقعات خلال فبراير الماضي، وأظهرت بيانات معهد الإحصاء زيادة بنسبة وصلت إلى 0.2% في الطلبيات على أساس شهري، ويعد المعدل أسوأ من متوسط التقديرات البالغة 0.7%. وتدعم المؤشر بالطلب على قطاع الآلات والمعدات والأدوية والكيماويات. صرحت شركة أبل الأمريكية أكثر من 614 موظفاً بكاليفورنيا في أكبر عملية خفض وظيفي داخل الشركة منذ جائحة كورونا. ووفقاً لبيانات الشركة، فإنه من المقرر دخول القرار حيز التنفيذ في مايو القادم، يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار الشركة إنهاء مشروع لتصنيع السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن المديرة العامة الحالية كريستالينا جورجيفا هي المرشحة الوحيدة لشغل المنصب بعد انتهاء ولايتها الحالية. ومن المرجح التجديد لجورجيفا قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المقرر عقدها في واشنطن خلال أبريل الجاري. وعادة ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد، وترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المخاوف تتزايد بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن القدرة التصنيعية الزائدة للصين، ودعت إلى توفير فرص متكافئة للشركات الأمريكية، كما حذرت من أن يؤدي نمو الصادرات إلى تأجيج التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وفي أخبار الرياضة، صعد الأهلي المصري وسان داونز الجنوب إفريقي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. عبور الأهلي جاء بعد فوزه على سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء إيابا. أما سان داونز فحجز مقعده بتغلبه على ضيفه يانج أفريكنز بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف. أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن كل مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم صعبة للغاية، وأضاف أنه يجب التركيز على الفوز فقط بالمباريات المتبقية من أجل منافسة بقوة على التتويج باللقب. كل مباراة في هذا الدوري صعبة للغاية. تنظر إلى ما حدث في الجولة الماضية حيث عانى الجميع من أجل الفوز لأن المستوى مرتفع للغاية، وسنواجه خصما قويا مرة أخرى وهو بارتون، ونحن نعلم ذلك. يجب أن نحاول أن نكون أفضل منهم ونحاول الفوز. هذا وأكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس، وأضاف أن الفوز على كريستال بالاس في ملعبه سيعطي فريقه دفعة هامة في سباق المنافسة على اللقب. لقد كانت المواجهة دائما صعبة أمام كريستال بالاس. أعتقد أن المدرب أوليفر جلاسنر يقوم بعمل جيد للغاية مع كوكبة من اللاعبين المميزين، والفريق قوي دفاعيا واللياقة البدنية موجودة دائما. زيارة سيلهرست بارك دائما ما تكون صعبة، ونحن نعلم ذلك. يلتقي باريس سان جيرمان مع كليرمون فوت ضمن الجولة 28 من الدوري الفرنسي. يدخل الفريق الباريسي اللقاء وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة أمام ستاد بريست صاحب المركز الثاني. وقد يريح المدرب لويس إنريكي عددا من العناصر الأساسية في مقدمتهم كيليان بابي استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، وقبل النهاية إليكم تذكرة بأبرز وأهم العناوين. شهداء ومصابون في قصف مدفعي وغارات للاحتلال وسط وجنوب غزة. آلاف الفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الأقصى في ليلة 27 من رمضان. الولايات المتحدة تعلن التأهب تحسبا لرد إيراني على غارة دمشق، وتحذر طهران من استهداف مصالحها. ختام النشرة، إلى اللقاء.